وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة. أحوال الطقس والأخبار الجوية تستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا لكما، ونتحول معكم لمتابعة آخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ معكم بالقاهرة والعظمى فيها 25 درجة والصغرى 15، الإسكندرية 25-15، مطروح 27-15، بورسعيد 24-14، الإسماعيلية 24-13. ننتقل إلى السويس 24-14، العريش 24-14 أيضا، طابة 25-15، شرم الشيخ 28-20، والغردقة 26-20. الأقصر درجة الحرارة العظمى فيها 27 درجة والصغرى 15، أسوان 27-16، الوادي الجديد 26-12، شلاتين 27-22، حلايب 25-22. والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.